فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. والرؤى كما ذكر ابن القيم في كتاب الروح تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون من حديث النفس، يكون الإنسان يفكر في شيء ويهتم به ثم إذا نام رآه، هذا حديث نفس ويسمى أضغاث الأحلام فلا يلتفت إليه. ومنها ما هو من الشيطان، فإن الشيطان يأتي إلى النائم ويريه أشياء يزعجه بها وينغص عليه نومه، خصوصا إذا كان الإنسان نام ولم يأتي بالأذكار الشرعية قبل النوم، خصوصا آية الكرسي، فإن من قرأها عند نومه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما صح ذلك في الحديث. النوع الثالث رؤيا حق، وهي من الله سبحانه وتعالى، وهي من المبشرات، ولكن الرؤيا من الرسول من الرسل أو الأنبياء هذه تشريع، هذه تشريع ووحي من الله سبحانه وتعالى، وهي جزء من النبوة. وأما الرؤيا من غيرهم فإنها لا تعد تشريعا ولا يؤسس عليها أحكام إلا ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الرؤيا قد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها، فالعمل هو في إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لها والعمل بها، لا بمجرد أنها رؤيا ولو كانت صالحة فإنها لا يبنى عليها أحكام، خصوصا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يأتي تشريع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، لأن الدين قد كمل قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يأتي أحد بعد ذلك بزيادات ويقول إن هذه خير وإنها دين، هذا أمر لا يجوز.